طيب دكتور رجائي، الحديث عن حديقة الحيوان ساعات كده بياخدنا لمستوى النظافة. الحيوان اللي موجود داخل القفص ده بيعاني من مرض معين أو كبير جدا في عمره، يعني دي الانتقادات دائما اللي بتوجه، والزرافة خدت أو بيت الزرافات خد برضو مساحة من الحديث، هو خاصة طبعا بعد نفوق زرافة كانت من جنوب أفريقيا. صحيح، هو هيك يعني حديقة الحيوان كانت يعني فيها كانت تردي في منظومة النظافة، وكان فيها بعض المشاكل. كان التطوير الحقيقة، وكانت وجهة الإدارة الحالية، إن احنا نتجه لمحورين أساسيين. المحور الأولاني هو صحة الحيوانات ومظهرها وخطة إكسارها، وده كان ليها أساس علمي. احنا اتبعنا اسلوب التغذيه، يعني مهم جدا عشان اهتم بالحيوان يبقى فيه رعايه في التغذيه، وعندنا قسم تغذيه على اعلى مستوى بيتبع المعايير الدوليه في التغذيه. عندنا رعايه بيطريه على اعلى مستوى، اطباء اكفاء يعتبروا يعني صرح علمي، يعني اللي عايز يتعلم الحياه البريه والاقتراب من الحيوان البري بيجي يتعلم في حديقه الحيوان. ايضا بعد الرعايه البيطريه في خطه ما نسميه إسراء البيئي، أو يعني الانريتشمنت، وده علم كبير إن هو بيخلي الحيوان دايما في بيئة يعني محاكية لبيئته الطبيعية، بحيث إن هو يقدر يتكاثر. فلو في أي خلل في التغذية أو في الرعاية البيطرية أو في ال بس في حاجات عايزة رعاية بيطرية دقيقة جدا زي طبعا مولود كلها الزرافة، لأن بالظبط، الحديقة كان عندها الزرافة، الفيل، قصة سبع كده البحر، استقبال مولود للزرافة، كانوا بالظبط سعداء كده، بيه جدا بعد نفوق الزرافة اللي بالظبط تم كده، استيرادها. بالظبط. طبعا الزراف بيحتاج رعايه شديده جدا، وخصوصا في الاجواء البارده اللي احنا فيها دلوقتي، لان الزراف عدو البرد. فطبعا التدفئه مهمه جدا، التغذيه بتعملوا تدفئة ازاي؟ الحقيقه التدفئه بتتم بثلاث حاجات. احنا التغذيه اساس في التدفئه، ان احنا بنديله تغذيه تغذية، تدفئة من لمواد خلال التغذية. وجبات عاليه السعرات الحراريه، زي العسل الاسود، زي الفاكهه، الخضروات الطازجه، وبنديله انواع من اعلاف عاليه البروتين والسكريات، فدي بتديله طاقه طول الليل يقدر يقاوم البرد. الحاجه الثانيه احنا تصميم البيت نفسه، وبنعمل له فرشه، يعني فرشه كده بقش الرز وكده، فبتخليه دايما البيت دافي، بتبقى عكس اتجاه الريح تصميم البيت بتاعه.